نحب نوصل كلمة، نحب نوصل كلمة للأحزاب بيا بجاه ربي عديها عايش خويا، فهمتني؟ نحب نوصل كلمة للأحزاب وللرئيس الجديد، فهمتني شو ولدي؟ شو احنا ريت العباد اللي تلمت بيا فينا الجاهل، فينا اللي مستويه فلفة ابتدائي وسادسة ابتدائي وفلفة ثانوي ومهندس وطبيب، وفينا اللي يمارس كل ما نقولوا ايش كل الحاجات الخايبة اللي مدعي بها الشباب. اليوم اليوم الناس هذوما تفاهموا تفاهموا وتلموا وخرجوا وخرجوا ونفوا جاه ربي احزاب. حطوا ليد في ليد 217 واحد ما تنزلوش تفاهموا يا رسول الله، حطوا ليد في ليد فرحونا خمس سنين، خمس سنين فرحونا، اول خمس سنين في حياتنا فرحونا. تفاهموا تي احنا الجهال تي تي خويا انا جاهل مستوي ما مش لازم نقول عليه يا سيدي، انا سبعه ثانوي القديمه برابور الناس اللي طالعه توا نتسمى جاهل، فهمتني؟ تسمى ما قريتش على روحي ونفهم وعندي وعي وفهم اللي اقل مني فاكبر مني، فهمنا واتحدنا، اتحدوا لنا خمس سنين فرحوا الشعب التونسي، بجاه ربي يطيشوا كل شيء واتحدوا خمس سنين فرحوا الشعب التونسي، بجاه ربي بجاه ربي.